السلام عليكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناه ام عتمازيدات. كي دايرين؟ كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وتمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كيف ما العاده وكيف ما كنعهدكم دائما من يوم الجمعه كنبارطاجي معكم الحويجات اللي تخدموا اولا الناس اللي وجدوا لهم الحويجات ديالهم. غيكون الفيديو ديال اليوم على جوج دفعات، يعني غنصور النص اليوم والنص حتى نفينيو في العشيه ونصوروا لكم غدا الصباح السبت ان شاء الله الرحمن الرحيم. بزاف الناس اللي وجدوا لهم الحويجات ديالهم ومن بينهم كاين الناس اللي غيجيو اليوم يدو حويجهم. اليوم غنبارطاجي معكم هاد الحويجات باش تشوفوهم كيف جاو. اول حاجه غنحط حدايا هاد الرشمه ديال الرمضان اللي عجبت بزاف المتتبعات والاخوات، المهم غنخليها لكم باش تشوفوها. اول موديل غنبدا به البنات هي هاد الرنده اللي عجبتكم كاملين. غندير لكم موديلات تاع الرنده لانهم غاديين يخرجوا دابا. شوفوا معايا جات روعة البنات، واخا ان التصوير اللهم هكا. شوفوا معايا كيف جات، نزيدها حجيره هنا ولا حجيره هنا ولا بريده ولا الرنده تزيدها شويه البريد في هاد الوريلات بجوج وتكمل الروعه ديالها. الرنده البنات مزروره، يعني في داخل فيها الخيط واللون ديال السم. تبارك الله ما شاء الله جات روعه وملاتاتها هي، الله يعطيها الصحه ذواقه تبارك الله وما شاء الله. وسميتها بحال سميتي الصحه والراحه بصحتك الجلابه. تلبسي وتعاودي ان شاء الله طول طلع مر بشي حجه وبشي بشي بشي تصافير زوينه ان شاء الله الرحمن الرحيم عند وليداتك البرا. رفع علينا الله الوباء، الله يحفظك ويطول عمرك يا ربي. هذه هي اول موديل براندا. بالنسبه للرشمه ديال البنات هي هذه، ها هي الرشمه ديالها. كيف ما كنقول لكم دائما كنرشم النص كندير بابي كاربون تحت وكيتعاود النص الثاني. المهم البنات جاني اتصال ان شي حاجه عندي المحل، غنهبط للمحل نشوف هاد الكليانه اللي جات عندي اولا نعطيها حويجه ونرجع نكمل معكم لا فيديو. هنا رجعت معكم البنات، السيده مولات راندا دات الجلابه ديالها تلبسها بالصحه والسلامه ان شاء الله. وندوزو الموديل الثاني ديال راندا، هذا ديال هذا قميص جوهره براندا أو نقادو لكم. شوفوا معايا الطريزه كيف جات وحده شاده هاد الجهه وحده من هاد الجهه هنا جات تبارك الله ما شاء الله عليها روعه تبارك الله. بقى غادي تكمل وبقى غيدير ليها الضريس من الجناب من هنا ومن هنا باللون ديال الصم اللي تخدمت به الراندا. تبارك الله ما شاء الله وبصحه مولاتها هي، تلبسها بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي وصحتكم كاملين جليل بعدكم. غندوزو لهاد الموديل هادي جلابة بالفتاحي هنا الكميمات جاو فيها الألوان روعة. هذا ماشي زرق البنات، الكاميرا عطات أنه لون زرق ولكن هو لون موف، يعني لون موف عطا في الكاميرا زرق هو موف، وهذا واحد الموف فاتح جاو الالوان تبارك الله ما شاء الله بصحه مولاتها. كيجي لكم بحال هكا يا عريض، كتجي الرشمه بحال هكا عريضه في الكمين. هذا القب ديال الجلابه، قب ديال الجلابه هادو الدوفات ديال الجلابه. هاد رشيمه هي اللي دات في الدوفه ديال الجلابه. شوفوا معايا هنا عاد بان اللون ديال الرشمه، شفتوا؟ بطبيعه الحال البنات ملي كنقول لكم دوفون دوفات صافي اختكم لخرت على السيمانه العيا، ولكن الحمد لله ملي كطلعوا الحويجات زوينين وكتخدموا. اما الحوايج الاخرين اللي باقيين تبارك الله ما شاء الله جاوا روعه. كاين البلديه، كاين واحد الشكل جديد، كاين الالوان، المهم هذوك حتى نكملهم ونقيهم حتى هما ونبارطاجيهم معكم. ملي كنقول لكم الدوفا يعني الدوفا ديال القدام، وتظهر تظهر هو كيكون مطروز. غندوزو لهاد الجلابه وتحية الناس الحسيمة. ايه نعم سيدي الحسيمة، ها هي شوفي جلابتك كي جات بالدقة، جات روعة ما شاء الله. الكميمات زعما كندير ديك الشدة ديال العريضات، فينا هي لاطاي ديال العريضات. ولكن شوفوا انا بعدا تفقست كنقول او كنلقى 29 سده ديال الجلابه، هذه حتى حاجه ما غتجيني، 28 ما غتجينيش، 30 لا صافي خاصني ندير الريجيم.
غير كنضحك معكم البنات. الله يمتع كل وحده بالصحه ديالو، كل وحده وكيفاش كيعطيها الله، شكلها تقبل عليه كيف ما هو. يعني شوفوا انا من واحد المره شنو نقول لكم، واقيلا واحد 4 سنين ولا 5 سنين، والو بغيت نطيح الوزن، مشيت عند الطبيبه ديال التغذيه، وتحيه ليها الحسناء اليوسفي، البنات معروفه ببرنازيل، وطيحت البنات، طيحت البوب بواحد الشكل عجيب عجيب، ولكن مرضت من وراها، يعني مرضت من ورا داك الوزن ملي طيحت، مرضت اللهم. وليت نوقف نسخف، نزيد نسخف، وملي كنت يعني ملي كنت غليظه وسميتو ما كنت نخلي حتى شي بلاصه، ما كنسخف ما كنعيا، وملي بغيت نقص بغيت ندير صافي وليت عام مريضه. اللهم اختي شوفوا، ناكلوا الرحيم الله اللي بغى الله هي اللي غتكون. ولكن هذا ما كيعنيش انا انسان خاص ينقص شويه السكريات وينقص شويه الوزن، الله كنصبر في راسي. شوفوا معايا، هنا تبارك الله عتي مولات، هذه شوفي، هذه مولاتها جا خوها من الحسيبه هو اللي جايب لنا الجلابه، شوفوا معايا وجاتك جلابتك تبارك الله ما شاء الله عليك، سبحان الله واحد العائله تبارك الله ما شاء الله، فروجيين كاملين، كل اللي عيطت لينا كي مرت السيد اللي جا، كي السيد كي مرتو جا عندنا، السيد هو المرا ديالو، هو اللي اختار اختو الرشمه، هو اللي وقف على الرشمه، هو اللي كلشي. شوفوا سبحان الله العظيم، خو كيختار اختو الرشمه، يعني راه هذا هو الزوين في الحياه. يعني شوفي جاي خوها وكنشوف شي نماذج سبحان الله، كاين الخت مع خوها ما كيهضروش مع بعضياتهم يا سبحان الله، الباب حدا الباب ما كيهضروش مع بعضياتهم يا سبحان الله. وشفت هذا خو جاي من الحسين باغي يحط اختو جلابه، باغي يخيط اختو جلابه على ذوقه، وهي فرحانه وهو فرحان، راه هادشي اللي خاص يكون. والله العظيم راه حنا غالطين في الدنيا وحق الله. شوفوا جات زوينه، الله يدوم محبه بيناتكم، وتبارك الله ما شاء الله عليكم، وتحيه الناس الحسيبه. هذا القب ديال الجلابه، حتى هو كيجي عامر بهذا الشكل هكا. انا نلبس صحتك وراحتك وتلبسي وتعاودي ان شاء الله. غنختمو لا باقي هاد الجلابه هنا، هاد الجلابة ديال الكاروات البنات، الرشمة الكاروات مخدومة بالصم موف، كتجي هاد الشكل هكا، هاد الشكل هكا، يعني كتجي بحال هكا الشكل ديالها. الصدر كاين اللي كيخدم غير اليدين البنات، لي لايك لي لايك. تكون فرحانة ملي كيجي الحوايج زوينين، الحمد لله حتى أنا كنكون ناشطة. شوفوا معايا، كاين اللي كيخدم غير الكمين والقب البنات، اللي كيخدم غير الكمين والقب البنات. سمحوا لي البنات، كيجي شي اتصال كيقطع لي التليفون، كنساكم ما طفيتوش. هادو الكمين، وهذا هنا القب ديال الجلابه، هذه هي اللي كتجي في القب البنات، كيجي قب عامر، يعني كتجي رشمه كبير على قد القب. نوريكم على الشكل ديالها كيفاش كيجي في القب بحال هكا. وهذا الصدر ديال الجلابه، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله على ام عثمان زيدات. هنا غنختمو باخر جلابه، باخر موديل اللي هو جلابه بالدقه، كيجي فيها صدر بحال هكا، شفتوا معايا شكلها كي كيجي روعه ما شاء الله. كيجو فيها الصدر بحال هكا بهذا الشكل، بجوج صدور بجوج، اللي كحل كيجي مع هاد لي ريفيرونس البرونز البنات، كيجي معاه روعه. تي جي 140، تي جي 140، هاد الصم البنات هذا كيجي واو مع اللون الاسود. البنات شوفوا، ها هو الصم اللي كنخدم به، السباس عندي صغير، هذا هو الصم اللي كنخدم به، هذا هو الصم الباطو، والالوان ديال الخيط راهم من وراه. هنا مخدومين الدوبات بجوج، ومخدومين الكمين، شفتوا يجي لكم حتى هو هذا الشكل هذا، تبارك الله ما شاء الله.
تلبسوا حوايجاتكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على العنوان ديالي ان شاء الله راه غادي نخرج للشارع ان شاء الله ونصور لكم، ما نقولش لكم نهار اش لا تصيفطوا لي شي شفرين داخل ديال التليفون ان شاء الله غنصور لكم التليفون. علاش؟ حيت ناس بزاف كيسولوا على العنوان ديالي وما كيعرفوش، غنبارطاجي معكم العنوان من حداجه مع السنه. وشوفوا غندير لكم كاع الاتجاهات، اللي جاي من طنجه، اللي جاي من المدينه، اللي جاي هكا باش تعرفوا العنوان. وان شاء الله راه لي كارت فيزيت قريب يوجدوا ان شاء الله، فيهم لوكاليزاسيون، فيهم العنوان، فيهم الانستغرام ديالي، فيهم كلش ان شاء الله. الرحمن الرحيم، غنقول لكم اختكم ام عثمان زيدات كتحبكم في الله وكتبغيكم في الله وكتبغي دير مجهودها. وشوفوا راني غنبدا البيرمانونس من اليوم، غنخدم الليل من اليوم ان شاء الله. غنحاولوا نزيدوا شويه، يعني غنسدوا في الوقت اللي قانوني، وغنبقاو نخدموا داخل المحل الى يسر الله. يعني عندنا السبت واحد غادي نخدموا البيرمانونس فيه ان شاء الله، باش هكا نقدروا نلبوا الطلبات ديالكم كاملين، ونقدروا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عند حسن الظن ديالكم. وخا صعيب البنات، والله حتى صعيب صعيب. الاسبوع المقبل ان شاء الله عندي واحد السيده من برشيد، وعندي واحد السيده عندها الخراطيم من العائله ديالنا، وعندي واحد السيده هي عندي قميص ديال فيه التنبات عندها كنطرزه لها شحال، هذه خاصو يتنبت. يعني هذا ولينا كنديروا البروغرام ديال السيمان اشنو غادي تخدم. وعندي المراكشيه الضحوكيه، هادو الاسبوع الماجي ان شاء الله الرحمن الرحيم، عاد نشوفوا اشنو كاين من بعدهم. غنقول لكم السلام عليكم البنات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. شوفوا راني ماشي في الطبيعه، راه الصوره ديال الطبيعه. يلا السلام عليكم البنات، وجمعه طيبه.